ينظم نادي الطاقم المدرسة الوطنية للهندسة في المنستير المنتدى التونسي للطاقات المتجددة على مدى 3 أيام، ويعد هذا المنتدى مناسبة للقاء المستثمرين بالطلبة بحثا عن مشاريع يمكن تحقيقها وتطويرها. فاطمة الزهرة أحدى الباحثات في قطاع الطاقة المتجددة، وجدت ظلتها في مؤسسة خاصة لتثري مشروع دراستها وتقطع فيه أشواطا. أني نمثل دكتورانت من برنامج باسري موبيدوك مع اون كولابوراسيون افيك البي في تي، نخدموا على الطاقة المتجددة، على الفوتوفولتيك، الطاقة الضوئية اللي تمثل مستقبل تونس في الطاقات البديله. مش نقدموا بالفوتوفولتايك في تونس، ما لازمناش نكونوا نصنعوا الماتريال كهو، مش نصنعوا الافكار زاد. المنتدى التونسي للطاقات المتجدده كان بامضاء نادي الطاقه بالمدرسه الوطنيه للمهندسين بالمنستير. احنا طلبت المدرسه الوطنيه للمهندسين بالمنستير اللي هي لينيم، اللي الاختصاص الوحيد فيها اختصاص هندسه الطاقه، دونك احنا جيني انرجيتيك هندسه الطاقه نقرا. التظاهره هذه هي تدخل من بين الانشطه اللي نعملوا فيهم في المدرسه نتاعنا، فما انشطه جمعياتيه قاعدين ننشطوا فيها مع جمعيتنا، جمعيه لانجيني، اللي تضم برشا نوادي من ضمنها نادي الطاقه. هذه فرصه باش تكون هم تتواصل كيف نجمو نسموها بين التكوين النظري للطالب في المدرسه مع الحاجات الاخرى التطبيقيه وسوق الشغل ان شاء الله في المستقبل. التظاهره جمعت الطلبه والمستثمرين واصحاب المؤسسات، شق يبحث عن سوق تسع افكارهم واخر يحاول استقطاب كفاءات طموحه. فما ترحيب كبير من الشركات بالبروجي هذا، احنا اختياره تام مش من لا شيء، تم دراسة السوق، وذلك أنه المرشي السوق نتاع اللقطات الضوئية قاعد يرتفع في السنوات الأخيرة، وهذا المشروع هو أكثر وأقرب رابط للقطات الضوئية. القطاع الخاص ينجم يعاون الطلبة في ترجمة البحوث نتاعهم والدراسات نتاعهم النظرية إلى مشاريع تطبيقية، وتكون عامل من عوامل إحداث موطن الشغل، وأنه الطالب يحدث موطن الشغل نتاعو هو. يبدا بالشركه الخاصه صحيح، ولكن يبني مستقبله بشويه بشويه. الطاقات المتجدده قطاع واعد يسعى من خلاله طلبه الهندسه الى تنميه افكارهم وتطبيقها بمعيه المستثمرين.